بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، ألتقي بكم اليوم في الجزء الثاني من درس أيونات الهيدروجين والرقم الهيدروجيني والمقرر على المستوى الثالث الثانوي العلمي في مقرر كيم 315 وكذلك كيم 317، ونبدأ بالأهداف. أهدافنا لهذا اليوم بسيطة بإذن الله تعالى. في الهدف الأول سنحدد المولارية والرقم الهيدروجيني للأحماض والقواعد، ثم سنقيس الرقم الهيدروجيني، ستتعلم كيفية قياس الرقم الهيدروجيني pH بطرق مختلفة. ولنبدأ أعزائي بتحديد العلاقة ما بين المولارية والرقم الهيدروجيني pH. درسنا المولارية سابقاً أعزائي في كيم 214. المولارية هي عبارة عن عدد المولات من الجزيئات أو وحدات الصيغ التي أذيبت في لتر واحد من المحلول. إذا كتبنا قانون تحديد المولارية، لدينا هنا المولارية وهنا عدد المولات وهنا الحجم باللتر، فهذه هي المولارية التي درسناها سابقا. الآن أعزائي إذا وضعنا حمض قوي أحادي البروتون ويكون تركيزه 0.1 مثلا مولر في الماء، بما أن حمض قوي درسنا سابقا راح يتأين تأينا كليا، فماذا سيحدث الآن؟ دعونا مثلا نأخذ مثالا الـ HCl. الـ HCl عبارة عن حمض قوي، ماذا سيحدث عندما يتأين في الماء؟ يتأين إلى أيونات الهيدروجين وأيونات الكلوريد السالبة. الآن نلاحظ أن مثلا حمض تركيز حمض الهيدروكلوريك يساوي 0.1 مولر مثلا على حسب المكتوب. طيب ماذا سيحدث الآن عندما يتأين؟ سنلاحظ أن تركيز هذا الحمض القوي أحادي البروتون يساوي تركيز أيونات الهيدروجين يساوي كذلك تركيز أيونات الكلوريد السالبة. هذا متى نستخدم هذا الاستنتاج؟ إذا كان عندي الحمض قوي وحمض أحادي البروتون. إذا كان الحمض قوي وأحادي البروتون نستخدم هذه العلاقة. لماذا؟ لأن عندما لاحظوا هنا عندما يتأين هذا الجزيء الواحد من كلوريد الهيدروجين سينتج أيضاً أيوناً واحد مول من الأيونات، فواحد مول من الحمض يساوي أو ينتج واحد مول من أيونات الهيدروجين وواحد مول من أيونات الكلوريد، وبالتالي فإن تركيزهم راح يكون متساوي. ننتقل الآن ومما سبق أعزائي، إذا كان لدينا هنا دورق أو كأس يحتوي مكتوب عليه أن هذا الحمض هو عبارة عن حمض الهيدروكلوريك بتركيز 0.1 مولر، فماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن كل واحد لتر من هذا المحلول سيحتوي على 0.1 مولر أو عفوا 0.1 مول من الأيونات الهيدروجين وكذلك 0.1 مولر من أيونات 0.1 مول من أيونات الكلوريد السالبة. فإذا ليش؟ لأن تركيز الحمض هو نفس تركيز أيونات الهيدروجين وهو نفس تركيز أيونات الكلوريد السالبة. ليش؟ لأن حمض قوي وأحادي البروتون. نلاحظ أعزائي كما ذكرنا أن تركيز الأحماض القوية الأحادية البروتون يكون تركيزها مساوياً لتركيز أيونات الهيدروجين. من الدرس السابق درسنا العلاقة أن الـ pH تساوي سالب لوج تركيز أيونات الهيدروجين، فمن خلال معرفتنا لتركيز أيونات الهيدروجين سنستطيع معرفة الرقم الهيدروجيني للمحلول. دعونا الآن ننتبه إلى أن الأحماض القوية والقواعد القوية تتواجد بتركيز 100% على صورة أيونات في المحلول. ماذا لو كان هذا الحمض حمضاً قوياً ولكن ثنائي البروتون؟ لاحظوا أعزائي مثلاً
في هذا الكأس لدينا هنا 0.1 مولر من الـ H2SO4، ودرسنا أن الـ H2SO4 حمض قوي ثنائي البروتون. لاحظوا أن هذا معادلة التأين، كل واحد مول من هذا الحمض، واحد مول من هذا الحمض سينتج 2 مول من أيونات الهيدروجين، لأن حمض ثنائي ينتج أيونين هيدروجين، وبالتالي فإن تركيز أيونات الهيدروجين سيكون ضعف تركيز الحمض القوي نفسه، أي أن تركيز أيونات الهيدروجين أجل يساوي ضعف تركيز الحمض، يعني 0.1 مولر تركيز الحمض مضروبا في 2، لأن كل ما يتأين منه جزيء واحد من الحمض يعطي 2 مول من أيونات الهيدروجين. طيب ننتقل الآن إلى الأحماض الضعيفة، ماذا لو كان الحمض ضعيفا؟ في حالة استخدام الحمض الضعيف هناك شروط يجب مراعاتها. أولا يجب كتابة معادلة ثابت التأين اللي هي الـ Ka ودرسناها في الحصة السابقة. رقم 2 يجب أن نراعي أن تركيز الأيونات الناتجة من الحمض الضعيف سيكون متساويا. دعونا نشاهد مثالا. لاحظوا هذا حمض الهيدروكلوريك تفاعل انعكاسي لأنه يتأين تأينا جزئيا وينتج أيونات الهيدروجين وأيونات الفلوريد. ماذا سنفعل الآن؟ أولا سنكتب ثابت الاتزان. ثابت الاتزان الـ Ka يساوي تركيز أو حاصل ضرب تركيز النواتج مقسوما على تركيز المتفاعلات. هذا كتبنا الـ Ka. الآن نلاحظ أن تركيز الأيونات الناتجة من الحمض الضعيف متساوي، أي أن تركيز الـ H plus يساوي تركيز الـ F negative. فأقدر أخليها مثلاً بهالطريقة، أن تركيز هذا البسط بخليه مثلاً أنه عبارة عن تركيز أيونات الهيدروجين تربيع على الـ HF. لماذا حطيت هاي التربيع؟ لأن نفس الشيء، الأيونات الهيدروجين مساوي تركيز أيونات الفلوريد. الآن الخطوة الثالثة، يكون هذا، لاحظوا هذا المقام، هذا المقام ليس الحمض الأصلي، مو بتركيز الحمض الأصلي اللي هو مثلا إذا كان عندي، مو بتركيز هذا الحمض نفسه الأصلي، لا، هذا تركيزه بعد عملية الاتزان، بعد الاتزان يكون هذا التركيز. طيب شلون أحسبه؟ هو في عندي كمية من يعني عندي كمية من جزيئات الحمض، جزء منها تأين، هاي الجزء اللي تأين اللي فقد تحول على شكل أيونات كتبناه موجود في النواتج. فإذا لحساب كمية الحمض المتبقي أو تركيز الحمض المتبقي نطرح تركيز الحمض الأصلي ناقص تركيز الأيونات المتأينة، يعني بطرح تركيز أيونات الـ HF اللي هو الأصلية ناقص تركيز أيونات الهيدروجين. دعونا الآن قبل أن ننتقل إلى التطبيقات نلاحظ أن ملاحظة مهمة أن القيم الـ Ka والـ Kb دائماً نستعملها لتحديد تراكيز أيونات الهيدروجين والهيدروكسيد في محاليل الأحماض والقواعد الضعيفة، لأنها كما ذكرنا تتأين تأيناً جزئياً في المحلول. طيب الآن ننتقل إلى القواعد. القواعد إذا كان عندي قاعدة قوية وتكون أحادية الهيدروكسيل، يعني فيها مجموعة هيدروكسيل واحدة تركيزها 0.1 مولر، فإنها بالتأكيد راح تتأين تأيناً كلياً لأنها قوية. نفس الأحماض أنه راح يكون تركيز أيونات الهيدروكسيد في هذا المحلول يساوي تركيز القاعدة. لماذا؟ لأن كل جزيء من القاعدة، كل جزيء واحد سيعطي أيون هيدروكسيد واحد فقط. لاحظوا مثلا هيدروكسيد الصوديوم، هيدروكسيد الصوديوم عبارة عن قاعدة قوية يتأين إلى أيونات الصوديوم الموجبة وأيونات الهيدروكسيد السالبة. فإذا كان تركيز الـ NaOH 0.1 مولر، فإن تركيز أيونات الصوديوم 0.1 مولر،
وكذلك تركيز أيونات الهيدروكسيد 0.1 مولر لأن قاعدة قوية. وهكذا فإن تركيز أيونات الهيدروكسيد يساوي مولارية المحلول القاعدي. الآن ماذا لو كان هذا المحلول عبارة عن قاعدة قوية ولكن ثنائية الهيدروكسيل تحتوي على مجموعتين من الهيدروكسيل، وما أنها قوية فتتأين تأينا كليا. لاحظوا أن تركيز أيونات الهيدروكسيل في هذه الحالة سيكون ضعف تركيز القاعدة الأصلية، يعني نضرب البوينت 1 في 2. لماذا؟ لأن كل جزيء من القاعدة عندما يتأين ينتج أيونين من الهيدروكسيد. لاحظوا مثلا هيدروكسيد الكالسيوم، لاحظوا ان قاعدة قوية ثنائية الهيدروكسيد تأينت تأينا كليا الى ايونات الكالسيوم و2 مول من ايونات الهيدروكسيد. وهكذا دائما يكون تركيز ايونات الهيدروكسيد يساوي ضعف مولارية المحلول عندما يكون القاعدة قوية ثنائية الهيدروكسيل. طيب ماذا لو كان لدينا قاعدة ضعيفة؟ في حالة القواعد الضعيفة يجب أعزائي أيضا هناك ثلاث أمور يجب مراعاتها. أولا الأمر الأول نكتب معادلة ثابت تأين القاعدة الكيبي كما فعلنا مع الأحمض. أيضا النقطة الثانية أن تركيز الأيونات الناتجة من تأين القاعدة الضعيفة راح يكون متساوي. دعونا نأخذ مثالا، لاحظوا الآن هيدروكسيد الأمونيوم عبارة عن قاعدة ضعيفة تتأين تأينا جزئيا إلى أيونات الأمونيوم الموجبة وأيونات الهيدروكسيد السالبة. أولا نكتب معادلة ثابت التأين. معادلة ثابت التأين تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات. الآن الخطوة الثالثة نلاحظ أيضا هذا التركيز ليس التركيز الابتدائي لهذه القاعدة الضعيفة، ولكن هو تركيزها ومطروح منه عدد الأيونات التي تأينت، لأن هذا عبارة عن ثابت اتزان، فهو عبارة عن خليط من الأيونات والجزيئات. فيجب أن أراعي هذه النقطة أن هذا التركيز القاعدة المتبقية هو عبارة عن تركيز القاعدة الأصلي اللي هو الابتدائي مطروح منه تركيز الأيونات المتأينة اللي هي عبارة عن تركيز أيونات الهيدروكسيد. ولدينا الآن بعض التطبيقات، دعونا نبدأ بالمسألة الأولى وفيها احسب قيمة الKa لمحلول حمض الزرنيخيك وتركيزه 0.22 مولر وقيمة الPH له تساوي 1.5. في البداية ألاحظ الحمض، هل هو حمض قوي أم حمض ضعيف؟ لأن خطوات الحل بتختلف. نلاحظ أن المطلوب هنا قيمة الKa، والKa فقط تكون موجودة للأحماض الضعيفة أو القواعد الضعيفة، فبالتالي الـ H3SO4 هو عبارة عن حمض ضعيف. فأمشي بالخطوات اللي تعلمناها. الخطوة الأولى أني أكتب المعادلة، وخطوات المعادلة هذه المعادلة بما أن حمض ضعيف يجب أن أكتب التأين الأول له فقط، التأين الأول للحمض، يعني أشيل منه إذا كان ثنائي أو ثلاثي البروتون أشيل منه بروتون واحد فقط، فيتأين حمض الزرنيخيك تأينا جزئيا إلى أيونات الهيدروجين والـ H2SO4 نيجاتيف. كتبت المعادلة. الآن الخطوة الثانية أكتب ثابت الاتزان. نكتب ثابت الاتزان، هو عبارة عن Ka يساوي تركيز أيونات الهيدروجين في تركيز أيونات الـ H2SO4 نيجاتيف مقسوما على الـ H3PO4. الآن دعونا نرى، لأن المطلوب من السؤال هو قيمة الKa، دعونا الآن نلاحظ الKa مطلوبة، هل لدي تركيز أيونات الهيدروجين موجود في السؤال، معطى في السؤال؟ لا.
ولكن هناك بديل آخر له أو معلومة أقدر أستفيد منها لأحصل على هذا التركيز. لاحظوا أن وجود هني قيمة الـ pH، ودرسنا سابقا في الدرس السابق أن باستخدام الـ pH أقدر أحسب تركيز أيونات الهيدروجين بالعلاقة التالية: تركيز أيونات الهيدروجين تساوي 10 أس سالب الـ pH، وبالتالي 10 أس 1.5، ويطلع الجواب 0.03 مولر تقريبا. طيب الآن فهذا طلعته خلاص. النقطة الثانية اللي ذكرناها سابقا أن تركيز الأيونات الناتجة راح يكون متساوي، فإذا هذا عرفته 0.03 فأيضا هذا نفسه بالضبط راح يساوي، فنفس الرقم فهذا عرفته. الآن الخطوة الثالثة، هذا التركيز، تركيز الحمض اللي في المقام. دعونا نتذكر أن هذا عبارة عن خليط اتزان ما بين الأيونات والنواتج، معناته الأيونات عفوا والجزيئات. فلاحظوا أن هذا التركيز هو عبارة عن تركيز الحمض الأصلي المعطى في السؤال مطروحا منه تركيز أيونات الهيدروجين، فراح يكون كالتالي: هذا هو عبارة عن تركيز الحمض المتبقي يساوي تركيز الحمض الابتدائي المعطى في السؤال 0.22 مولر مطروح منه تركيز أيونات الهيدروجين، ويطلع لي هنا تركيز الحمض المتبقي. تبقى لدينا التعويض، راح نعوض كما ذكرنا هنا بقيمة أيونات الهيدروجين، تركيز أيونات الهيدروجين تربيع لأن طبعا متساويين، ويساوي قسمة تركيز الحمض المتبقي، ويطلع الجواب باستخدام الآلة الحاسبة 5.3 في 10 أس سالب 3. انتقل الآن إلى السؤال الثاني. في هذا السؤال أعطاني قيمة الـ pH تساوي 1.16 لمحلول من حمض الأوكساليك H2C2O4، وأعطاني أيضا تركيزه 0.15 مولر، فما قيمة Ka لهذا الحمض؟ المطلوب Ka. في البداية نلاحظ هل هذا الحمض قوي أم حمض ضعيف؟ لاحظوا أيضا ما المطلوب؟ المطلوب هو الـ Ka لهذا الحمض، وبالتالي بما أن Ka فالـ Ka ليست إلا فقط للأحماض الضعيفة، فبالتالي هذا الحمض، حمض الأوكساليك، هو عبارة عن حمض ضعيف. فماذا سنفعل الآن؟ نمشي على الخطوات. الخطوة الأولى نكتب المعادلة. في هذه المعادلة يتأين تأينا جزئيا يفقد بروتون واحد فقط ويتبقى بروتونين، عفوا هنا مفروض واحد، HC2O4 نيجاتيف. الآن بنفس الطريقة إذا كان عندي الـ Ka نكتب هنا القانون، الـ Ka تساوي من خلال هذا أو هذه المعادلة، الـ Ka تساوي حاصل ضرب تركيز النواتج في HC2O4 نيجاتيف مقسوما على تركيز الحمض المتبقي. طيب الآن بشوف ما المتوفر عندي. بلاحظ أن تركيز، طبعا المطلوب الـ Ka، تركيز أيونات الهيدروجين هل موجود في السؤال؟ معطى في السؤال؟ غير معطى، ولكن أعطاني الـ pH، ومن خلال الـ pH أستطيع أن أحسب تركيز أيونات الهيدروجين، فقدرت أحسب تركيز أيونات الهيدروجين أن هي تساوي 10 أس سالب الـ pH، وحسبت الناتج فطلع عندي تركيز أيونات الهيدروجين. حين تركيز الأيونات السالبة راح يكون نفس تركيز أيونات الهيدروجين لأنهم متساويين كما ذكرنا سابقا. الآن المقام، تركيز الحمض المتبقي هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن تركيز الحمض الأصلي الابتدائي الموجود في السؤال 0.15 مطروح منه تركيز أيونات الهيدروجين، فهذا هو الخطوة، هذه الخطوة الثالثة، طبعا هذه الخطوة الثانية.
الخطوة الثالثة هذا تركيز الحمض المتبقي، طرحنا تركيز الحمض الأصلي الموجود في السؤال، مطروح منه تركيز أيونات الهيدروجين اللي حسبناها يطلع 0.081 مولر. الآن الخطوة الأخيرة أجمع كل المعلومات في التعويض المباشر الـ KA، بربع قيمة تركيز أيونات الهيدروجين مقسوماً على التركيز النهائي أو التركيز المتبقي للحمض ويطلع الجواب 5.9 في 10 أس سالب 2. ننتقل الآن أعزائي إلى الهدف الثاني، كيف أقيس الرقم الهيدروجيني الـ pH؟ هناك أعزائي طريقتين لقياس الرقم الهيدروجيني. الطريقة الأولى باستخدام ما يسمى بالكواشف، والكواشف هي محاليل اللي يتميز فيها أنه يتغير لونها بتغير نوع الوسط اللي هي فيه، يعني إذا كان حمض، إذا كان متعادل، إذا كان قاعدة، في كل وسط راح تعطي لون مختلف. فمثلا عندي ورق تباع الشمس اللي خذيناه في الدرس الأول يتغير على حسب الحمض أو القاعدة، الأحمر وأزرق. أيضا محلول الفينول فثالين، محلول الميثيل البرتقالي، هاي كلها عبارة عن كواشف تغير لونها بتغير الوسط اللي هي فيه. طيب كيف نستخدم أحد الكواشف في قياس الـ pH لمحلول ما؟ لاحظوا هذا مثلا عندي محلول مجهول، ما أعرف هل هو حمض قوي، حمض قاعدة متعادل، ما أعرف. وعندي هني شرائط، بعض الشرائط طبعا مصنوعة خصيصا مواد معينة عليها الكواشف، هي اللي تغير لونها بحسب تغير نوع المحلول. وعندي أيضا هنا شريط معياري، هاي معد مسبقا على حسب درجات الحمض أو على حسب درجات حموضة هذا المحلول. فماذا سنفعل؟ تغمس ورقة الكاشف في المحلول الحمضي أو القاعدي، باخذ هذه الورقة وأحطها في هذا المحلول وراح ألاحظ أنه يتغير لونها، ثم نقوم بمقارنة اللون الجديد للورقة بألوان الكاشف المعياري، باخذ الورقة اللي طلعت لي بالكاشف المعياري المتوفر من المصنع معد الصنع سابقا وأقارن ما بينهم، ومن خلاله بقدر أعرف هل المحلول حمض أم قاعدة أم متعادل. الطريقة الثانية هي عبارة عن استخدام مقياس الـ pH الرقمي، مقياس رقمي في قطب، نحط القطب مال الجهاز في المحلول المراد قياس الـ pH له ويعطينا قراءة دقيقة ومباشرة. نفس هذا الجهاز أغمسه، مجرد ما أغمسه في المحلول راح يعطيني قراءة، هذه القراءة هي عبارة عن الـ pH، قراءة مباشرة جدا. ويفضل بالطبع استخدام هذا المقياس الرقمي في قياس الـ pH، لماذا؟ لأن بالتأكيد راح يعطينا قراءة دقيقة وسريعة مباشرة للـ pH لهذا المحلول. وهكذا أعزائي نكون قد انتهينا من درس أيونات الهيدروجين والرقم الهيدروجيني. ألقاكم في درس جديد بإذن الله تعالى، تحياتي لكم.